ازيكم عاملين ايه؟ انا فرح محسن، دكتوره صيدلانيه معاكم على تشانل دكتور جوي. الحقيقه ده فيديو كنت بس عايزه اعمله علشان اتناقش فيه معاكم عن الكوارث اللي انا يا جماعه انا بشوف كوارث على التيك توك. الاسبوع اللي فات قررت ان انا اخش على التيك توك، تمام؟ او انا اصلا لسه عاملاه قريب لو تاخدوا بالكم، بس دخلت كده على التيك توك قلت اخد جوله، وبطبيعه الحال حسب الكونتنت اللي انا بنزله وحسب الاهتمام يعني والفيديوز اللي انا ببص فيها بيعمل لي ريكومنديشن بالفيديوهات دي. ناس بقى بتعمل وصفات، ناس بتشخص امراض وبتدي علاج وعالم تاني، اقسم بالله. يا جماعه بتعملوا ايه؟ انا عايزه اناشد وزاره الصحه، عايزه اناشد القلوب الرحيمه، انتوا بتعملوا ايه؟ ايه اللي بيحصل على التيك توك ده؟ وهل ده تيك توك بس ولا ده منتشر في البلد؟ طب سيبكم كل ده، خلاص مش مشكلتي. الناس بقى مصدقه ده؟ ده كم مشاهدات وكم تفاعل. انا عارفه ان ده بلاتفورم فظيع، ان حاجه بتجو فايرل فيه بشكل مخيف، بس لما الحاجه تبقى صح وفيري سيف نتبسط، انما لو الحاجه عشوائيه وتحتمل نسبه خطر، لا ده كده غلط. احنا بنقصوا على نفسنا بكم الماسكات وكم الفيديوهات اللي بنشوفها دي، نشوف نتائج ونقول ايه ده، طب انا النتيجه دي ما بتجيش معايا كده ليه؟ ايه ده، طب الميك اب ده انا ما بيطلعش معايا كده ليه؟ معلشان هو معمول له بيوتيفيكيشن ومعمول له فلتر ومعمول له ومعمول له ومعمول له. هذا شاشه الموبايل دي اللي بيتعمل وراها، التحضيرات اللي بتتعمل بالحاجات اللي بتتعمل تعقد بشريه. فيعني يا ريت يا جماعه ناخد المحتوى ده بصدر رحب وبعدم جديه. يا جماعه الموضوع سيريس، في ناس كتير فاكره الحاجات الطبيعيه لو مش هتفيد مش هتضر، بالعكس دي ممكن تضر بسبب العشوائيه في الاستخدام وعدم الاستعانه. مش بنديها هيبه كده، بسبب بقى عدم الاستعانه ده بتعمل فينا بلاوي وكوارث. ده كده اول نقطه. تاني نقطه بقى، النقطه دي علشان الناس اللي بتجيلي الصيدليه والناس اللي بتكلمني، مش كل الناس داخله السوشيال ميديا دي كنوع من انواع الهوايه او الحب او حب التواصل مع الناس. في ناس كتير يعني الا من رحم ربي، طبعا في ناس كتير داخله كده، بس ايه الاكثريه داخلاها تجاره، مصدر فلوس وهكذا، وده حقهم. بس الواجب ان احنا نقول للناس نوع من انواع التوعيه، ان خلي بالكم يا جماعه مش كل الفيديوهات بتتعمل علشان توصل معلومه ورساله. بيبان يعني انا بشوف فيديو بحس ان انا بعديها وصلت لي معلومه، عرفت حاجه، استفدت حاجه هتفيدني لما اجيب اي حاجه في حياتي او لما اعمل اي روتين في الدنيا او لما استخدم اي حاجه في الدنيا، غير لما اخلص فيديو واشوف في الاخر ان محتواه ان انا الشخص اتكلم لي عن منتج مثلا. معنى ايه؟ ان في ناس كتير من الزملاء اللي من رحم ربي عندهم في نوع كده من انواع الفيديوهات اللي هو بيروج ليه وبيرشح منتج واحد دونا عن بقيه بدايله كلها في السوق. وعايز اقول لكم مفيش منتج ملوش بدايل، سواء تجميلي او حتى في الدواء، يعني الحمد لله كل حاجه ليها بدايل. نلاقي فيديو كده طويل عريض بيرشح منتج دونا عن بدايله بالاسم، ونقعد نقول نبجل ونعظم فيه وما نقولش ولا عرض جانبي من اعراضه الجانبيه، ولا انديكيشن واحده، ولا بريكوشن واحده. وبعد كده مره واحده هوب بينقص ويتسحب من السوق بطريقه غريبه. وساعات كمان بتبقى مصادر اللي بتجيلنا منه الصيدليات مجهوله وغريبه، والشركات اللي بتنتج له اغرب، ومستغربه الناس ازاي بقت مقبلة عليه كده. وببقى عارفة على طول ان في فيديو نزل له على اليوتيوب من ايا كان مين الناس اللي منزله. الناس دي عندها قدرة على التسويق عجيبة. هو الفيديوهات ده بقى بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى برضه في صيدلية كده، في الغالب بيبقى حاطط الموبايل تحته شوية وهو قاعد عامل كده، تمام؟ وبيجيب منتج، تمام؟ كده ويقعد يتكلم ويتكلم بصوت عالي. انا النهاردة عايز اكلمكم عن منتج حمادة كريم، بيعالج معايا حالات التهاب البشرة، اكتئاب البشرة بخلاصة النبتة الشائية. كريم ده هو الحل السحري يا جماعة معانا للغمقان المناطق الحساسة. هتستخدموا الكريم ده مرة او مرتين يوميا، المنتج ده هو الحل السحري. هنحل مشكلة غمقان المناطق الحساسة ب5.5 جنيه، ب5.5 جنيه من الصيدلية تقدري تحلي مشكلة غمقان المناطق الحساسة. روحي اسألي عنه، هاتيه، حلي المشكلة دي، اتخلصي منها، نامي مرتاحة، واعرفي انك انت هتفتحي المناطق الحساسة. اشمعنى المنتج ده؟ طب قول بدايل ليه؟ ما اكيد هينقص في السوق او ممكن ناس ما تلاقيهوش في الصيدليات. طيب بلاش بدايل ليه، قول بدايل طبيعية. اهو برضو ده حاجة احنا درسناها، ده مجالنا ده، قول بدايل طبيعية. بحس ان انت الناس بتتفرج عليك من دول مختلفة، بتعمل محتوى عربي على اليوتيوب وبتقول منتج مصري حتى المصريين مش هيلاقوه.
سواء المصريين الزملاء المصريين او الزملاء العرب، انا ضد هذا النوع من الفيديوهات اصلا. من الاخر دي اعلانات ترويجيه، ده بالنسبه لي مش محتوى. المحتوى انك تفيد الناس بمعلومه، ان انا اخلي الناس تروح تطلب المنتج في الصيدليه، تبص فيه تقيمه، وبعد كده يقرروا هيشتروه ولا ما يشتروهوش، ويناقشوا الصيدلي كمان في مكوناته. يا جماعه ارجوكم، ولا الفيديوهات اللي بترشح منتجات وخلاص ناخدها والسلام، ولا الفيديوهات اللي بترشح ماسكات طبيعيه وخلاص ناخدها والسلام. لان الفيديوهات دي فيديوهات اعلانات ترويجيه، اي فيديو بيرشح منتج بعينه بدون بدائل ولا بدائل طبيعيه ولا شرح ولا اي حاجه، ده اعلانات ترويجيه. واي فيديو بيتكلم عن ماسكات طبيعيه عشوائيه اعرفوا ان اخرته مش كويسه خالص. خشوا خدوا لفه في التيك توك شوفوا الكواس. يعني احنا مش عارفين نسيطر على اليوتيوب، هنسيطر على التيك توك؟ ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا. خدوا حذركم بس كويس قوي، ما تعملوش حاجه بشكل عشوائي. شوفوا البدائل، شوفوا المنتجات. اي منتج في الحياه بيبقى ليه اضرار زي ما ليه فوائد، لازم نعرف كل حاجه ونقتنع بكل حاجه. حتى كلامي انا لو انا ما عرفتش اقنعكم بيه ما يتنفذش، لان يا جماعه اللي بيعمل حاجه دي واخدها من السوشيال ميديا بيعملها على مسؤوليته الشخصيه. انت هتجيبني منين؟ مش روشته مثلا، ولا عليها امضاء، ولا عليها اسم، ولا عليها اي حاجه مثلا، لا تماما بتبقى على مسؤوليتنا تماما. كل اللي انا عايزه اقوله في الفيديو ده، اعملوا لايك وسبسكرايب، اعملوا لي فولو على السوشيال ميديا، سيبوا لي كومنتس لو عايزين تسالوا على حاجه، وشكرا جدا.